الوفيات يقدرون ب 1900 حالة، وحالات الاشتباه بالكوليرا تتجاوز 400 ألف حالة على امتداد اليمن. وباء الكوليرا أكثر انتشاراً وفتكاً باليمنيين، فيما سلطة الميليشيا لا تجد حرجاً من استثمار هذا الوباء وجعله مصدراً آخر لنهب المزيد من المال العام. هنا وثيقة حصلت عليها بلقيس تظهر جانباً من خطة تابعة لوزارة الصحة التي يسيطر عليها الحوثيون، ترصد مبلغ 1,700,000,000 تحت مبرر حملة توعوية لمكافحة الكوليرا، مبلغ كبير يتضح من تفاصيل الخطة أنه سيذهب ثمن لافتات قماشية وإعلانات، في الوقت الذي تعجز معظم مستشفيات المدن الخاضعة لسيطرتهم عن توفير أدوية الوباء. مفارقات مؤلمة توضح مدى استغلال الانقلابيين لمعاناة الناس في نهب أموال الشعب والمتاجرة بألامه، ناهيك عن العقاب الذي يمارسونه ضد اليمنيين وهما يتجلى في حجزهم لثلاث قاطرات محملة بأدوية الكوليرا في ميناء الحديدة بحسب تصريح رئيس لجنة الإغاثة عبد الرقيب فتح. نائب وزير الصحة عبد الله دحان قال في تصريحات للشرق الأوسط أن سوء إدارة الانقلابيين للمؤسسات الصحية تسبب بتوقف 55% من المؤسسات الصحية عن تقديم خدماتها، كما أدى إلى نزوح 10% من الكوادر الصحية في البلد إلى الخارج للبحث عن فرص عمل أفضل. تتعدد أشكال وأسباب الانهيار الذي يضرب القطاع الصحي في البلد، فعلى الضفة الأخرى من سيطرات الميليشيا وتحديدا في تعز لا يبدو أن الوضع أفضل حالا، فعلى بوابة مستشفى الثورة يموت أحد المرضى نظرا لعدم قدرة المستشفى على توفير العلاج. المستشفيات الخاصة أيضا أعلنت عن إغلاق أبوابها أمام المرضى نظرا لانتهاء عقودها مع مركز الملك سلمان الداعم الوحيد لها خلال الفترة الماضية. وأمام هذا الانهيار الطبي في تعز تقف السلطة المحلية موقف المتفرج، فيما المرضى يموتون على أبواب المستشفيات. التقارير الدولية المتعاقبة تحذر من كارثة صحية وإنسانية في اليمن تضرب أكثر من 90% من اليمنيين، وكما قيل إذا عظم الداء عز الدواء، في بلد يعاني من انقلاب يتاجر بآلام الناس وشرعية تعجز عن الوفاء بأبسط التزاماتها.